فريقين. مرة تانية كرة تعود مع شيء كان الفوز للريال في 2011-2012، ودي عملنا تحرك كريستيانو رونالدو على ذكر أهداف يسجل، قلت الهدف يسجل لأن الأمور تقترب ورونالدو يسجل في هذه اللحظات. في 12 مباراة جاب 5 أهداف في مرمى اسبانيول، رونالدو في الدقيقة 59 يتقدم الريال، وفي هذه الحالة واستمرار التعادل يؤجل الإعلان للجولة الأخيرة. هدفه رقم 43 في الليجا، كريستيانو رونالدو سي ار 7 ينطلق ويسجل ليتقدم الريال بعد مرور 59 دقيقة. وأمامنا هو تعليمات من فرناندو ييرو وكارلو أنشيلوتي، والأمور حتى الآن لا يبدو أن هناك بطلة في هذه الليلة، لأن الهجمة اتعملت حلوة من بيبي إلى كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو استلام على شماله لا يخطئها أبدا، وما بين قدمي الحارس فرانشيسكو كاسيش حطها له حلوة قوي، سريعة وقوية، وتعدي الكرة قوية ما بين قدمي حارس المرمى فرانشيسكو كاسيا. سي ار 7 ينطلق والريال يتمسك بالامال ويسجل في الدقيقة 59. هدف في تشامبيونز ليج هذا الموسم، لم يسجل في تشامبيونز ليج واكتفى بالتسجيل 4 اهداف، وان كان سجل مع منتخب اسبانيا في مرمى فيلا روسيا. امامنا خطا كبير من كيلو نافاس، ولكن فاران لسه الفرصة قائمة وفرصة هدف والتعديل. هدف من خطا قاتل من كيلور نافاس، وامامنا هو كريستيان ستاوني يسجل التعديل في الدقيقه كام؟ الدقيقه 73. خطا كبير من الحارس كيلور نافاس، ستاوني ضغط والكره راحت الى سيرخيو غارسيا اللي قعدها له مره ثانيه عشان يسجل ستاوني هدف التعديل. هنا في هذه اللحظات تبقى النتيجه من الخطا الكبير هنا بالدفاع، وادي حديث اللاعبين حول الخطا ومارسيلو انذار. انذار لمارسيلو. ريال مدريد والنتيجه اصبحت 1-1. ادي امامنا الاعاده، ادي امامنا بيبي رجع كره الى حارس امامنا اهو كيلور نافاس كوستاريكي. خطا كبير قوي لكن في دفعه واضحه جدا، ومره ثانيه فاران تصل الى سيرخيو غارسيا، واحتجاج على الدفعه اللي تمت من قبل كريستيان ستاوني. امامنا هو كيلور نافاس، ماذا تفعل يا نافاس حارس المرمى اللي يعني البعض يقول ان هناك مجامله لكازياس، لكن كازياس يبقى قيمه، كازياس يبقى تاريخ، كازياس يحمل يعني الفاكاسيه. شيل للاعب كولوتو، ترجع مره ثانيه الكره لمسه من مارسيلو كريستيانو رونالدو. مارسيلو جول يا ولد يا مارسيلو، يا على الكره الجميله. ادي امامنا مارسيلو سجل اوروبيا في مرمى شالكه ويسجل في هذه اللحظات الهدف الايه صاروخي امامنا هنا من خلال هذه الكرة. سجل أيضا كان في مرمى كورنيا في الكاس، يسجل الهدف عشان يتقدم الريال عن طريق مارسيلو بهدف جميل جدا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 79. كرة قوية جدا، كرة في منتهى القوة. شوف أمامنا إيه، اتلعبت من هنا مندي، وادي الحارس اللي عمل مشكلة، خرج في توقيت خاطئ ويشيل كولوتو، تصل الكرة إلى مارسيلو، ضغط هنا واندفع، وشوف بقى الكرة يعني اتضرب في الكرة دي على فكرة ألفارو جونزاليس، اتضغط كده ولكن راح على الفاضي. وادي أمامنا بالشمال ما يخطئهاش أبدا، مارسيلو يسجل في الدقيقة 79 هدف تقدم هنا للنادي الملكي لصالح ريال مدريد، متقدم على اسبانيول 2-1 حتى الآن في هذه المباراة. شاشاريتو، فرصة شاشاريتو، الزاوية صعبة قوي، صلح كورة رونالدو. يا ولد على أساس شاشاريتو عاملها، ورونالدو مصمم على الفتشيتشي، مصمم على الهداف، مصمم على الحذاء الذهبي، ويسجل رونالدو الهدف الثاني ليه في هذه الليلة. لكن الأساس التمريرة الحاسمة الجميلة، تبقى النتيجة 3-1 في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 83. الهدف رقم 44 هدف يرتفع رصيد اهدافه في هذا الموسم الى اجمالي 57 هدف، لكن معموله حلوه قوي من خافير هرنانديز. شوف امامنا اهو مارسيلو، وادي التحرك، وخافير هرنانديز حطها له لمسه حلوه جدا وسط رونالدو بقى سي ار 7 يا ولد على الانطلاقه، ويخلص كره جميله جدا. 3-1 هنا في ملعب اللقاء، يتفوق ريال مدريد بعدما سجل رونالدو هدفين ومارسيلو هدف وستاوني كان سجل. وامامنا خرج امامنا اهو انطلاقات 5 في الجانب الشمال، 5 جالاكتيكوس، والمحاوله للوصول الى هدف رابع. كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 26 ليه في الليجا الاسبانيه، وهاتريك في هذه الليله، وهدفه رقم 45 لا يخرج.
يخرج ابدا كريستيانو دون ابتسامه، دون استعاده فريقه ورونقه. صحيح لقب الليجا ليس في المتناول، ولكن هاتريك كريستيانو رونالدو وكارلو انشيلوتي يبدو وحيدا في هذه اللحظات. هل يغادر؟ هل يستمر؟ يبقى دعم الاداره وتجديد الثقه، ويورجن كلوب يقال انه يعني على ابواب التعاقد، ولكن كريستيانو رونالدو هاتريك في هذه الليله، وهدف امامنا هنا في هذه اللحظات، ميسي ولقب الليجا وكريستيانو رونالدو ولقب البيتشيتشي قبل الجوله الاخيره، ويتسع فارق الاهداف 45 نقطه 45 عفوا هدف لكريستيانو رونالدو. هي الراسيه الجميله بالهدف الرابع والهدف الثالث ليه في هذه الليله، هاتريك كريستيانو رونالدو وانشيلوتي، والتقاط الصور التذكاريه، هل هي صوره الرحيل؟